مدام بلانش. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. حياتك بالف خير وصحه وعافيه. يا رب سنه سعيده على الجميع. يا رب علينا وعليكم، لان السنه القبطيه مع السنه الهجريه ده وحده وطنيه عظيمه يعني. اه طبعا، والاقدار هي سبحان الله هي اللي بتقول كده يعني. كل سنه وانتم طيبين. وانت حضرتك بالف خير. اتفضلي يا فندم، الف سلامه. اكلم الدكتور. اه معاكي، سامعك، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. انا كنت بسال حضرتك، انا كنت قعدت فتره عندي كوليسترول وكنت باخد قطوره 20، فالدكتور قال لي يعني هو ممكن ياثر على الكلى، فانا سبته. لا انا مش عايزين اسماء ادويه بعد اذنك. طب ماشي، انا اسفه. انا يعني بس لمحي هم على طول بيعرفوها. قولي الدواء اللي مش عارفه بيتاخد ايه كده، على طول هتلاقيهم هم فهموا حضرتك تقصدي ايه، لكن هنا بيعتبروها عندنا اعلان. خلاص، انا اسفه جدا. لا اتفضلي، اتفضلي. وبعدين انا الحمد لله يعني نسبه الكوليسترول نزلت، فانا سبت العلاج. بس انا دلوقتي حاليا كفوف رجليا وارمه، والكلى عندي يعني انا عملت مزرعه كلى وكله كانت كويسه ايام ما كنت باخد العلاج، فدلوقتي البول عندي ضعيف ورجلي كفوفها ورمه، هل هو ده متاثر بالكلى؟ كفوف الرجلين دي متاثره بالكلى ولا هي ورمه من ايه؟ او هو ليه البول ضعيف؟ فانا استاذن حضرتك توضح لي، لان انا فعلا قلقانه من الموضوع ده. الاول سلامه حضرتك، الف سلامه. عايز تستفسر من عن شيء؟ حضرتك عندك سكر؟ اه، هي قالت ده في الاول. عندك سكر؟ لا انا عندي ضغط وباخد له علاج يعني للضغط كل يوم. طيب حضرتك بس محتاجه بعد اذن حضرتك تعملي تحليل وظائف كلى. اعمل وظائف كلى؟ وحاجه اسمها نسبه البومين في الدم. طب انا مش سامعه. طب اقفلي اقفلي عشان تسمعي كويس. طب كلمني من التلفزيون. حاضر. انا بحب جدا الساده المشاهدين لما بيوصلوا معانا لمرحله بقى ايه وعي، هم بيقدموا برنامج معايا يعني، يقفل دلوقتي وهسمعكم من التلفزيون. فانا ببقى سعيده قوي وفخوره جدا بالموضوع ده، هو ده بيسهل جدا التواصل مع حضراتكم، فهتسمعينا بقى من التلفزيون. ها، بصي حضرتك بقى تعمل وظائف كلى، وتعمل مجهود صوتيه على البطن والحوض، وتعمل تحليل دم اسمه نسبه الالبومين، وطبعا تعرض النتائج دي على الطبيب المعالج بتاعك. حضرتك شاكك في ايه؟ ممكن حضرتك يعني هي مع الضغط اكيد يعني على فترات ممكن ياثر على نسيج الكلى. نسيج الكلى نفسه ياثر على كم البول؟ على الوظيفه، على البول طبعا. ياثر بشكل مباشر على البول. بس طبعا ده لازم فترات طويله يعني. بس لازم له فحوصات زي ما الدكتور قال لك، ولازم الطبيب المعالج بتاعها يشوفها. دكتور يعني المعالج برضو من الحاجات الشائعه والدرجه ان هي بتطمن من الريفرنس اللي موجود او الموجود في المعمل. هو قال لي كويس، او دكتور المعمل بالظبط. لا، اعرضي الحاجات دي على الدكتور الخاص، او نتائج التحاليل دي على الدكتور الخاص بيكي، ووحدي المعمل، وتكون مظبطه الضغط الدم. لازم الضغط يبقى مظبوط قبل ما تعمل التحاليل. لا 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 يعني بعد كده يعني يعني بشكل عام بالظبط، ما تسيبش يعني. بقى الضغط بتاعها عالي وواطي، وهاخد علاج في الفتره وهبطل ابقى كويسه وبعدين يرجع يعلى، لانه الضغط بياثر على الكلى بشكل طبعًا مباشر. طبعا ده طبعًا. برضو سبب من الاسباب اللي قدر الله فشل الكلوي، لا قدر الله السكر والضغط. طيب كنا بنكلم حضرتك على الالتهابات على اعتبار ان دي هي مسبب من المسببات. الدكتور قال لي لازم توحدوا المعمل، والالتهابات لازم تعالج كويس جدا. كورس العلاج يتاخد لغايه الاخر، مفيش حاجه اسمها انا بقيت كويسه فخلاص ابطل. وبعد اذن حضرتك برضه بعد ما تخلص الكورس لازم يعيد تاني تحليل بول المزرعه. عشان يتاكد انه خلاص، عشان يبقى معانا دوكيمنت او معانا وثيقه خلاص ان هي خلاص ده بقى فري، ده بقى مبقاش عنده الميكروب. طيب البول دي تبقى طبيعي يعني تبول طبيعي. طب وامتى